وللمزيد حول التصريح الصحفي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اعتداءات ميليشيا كتائب بابليون على المواطنين المسيحيين في سهل نينوى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ معاذ. يعني تتواصل منذ فترة الاعتداءات من قبل ميليشيا بابليون على أهالي سهل نينوى، ما هدف الميليشيات التي تنضوي تحت قيادة ما يسمى بميليشيا الحشد من هذه الاعتداءات، لا سيما أنها حاولت السيطرة على قضاء الحمدانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلوك الميليشيات تجاه أهالي مناطق سهل نينوى، يعني بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي، هو مشابه تماما ويكاد يكون نسخة طبق الأصل في المناطق الأخرى من العراق في محيط بغداد وعدد من نواحي ومدن محافظة صلاح الدين والقائم بمحافظة الأنبار وغيرها من المدن التي تشهد سطوة من جانب الميليشيات. الهدف من ذلك واضح جدا، وهو صناعة نقل خواصر طائفية تبدو الإيران وسعها في أن تكون أكثر عددا وأوسع انتشارا. وهنا أقول إيران على وجه التحديد، لأن مناطق سهل نينوى تتخذ موقعا مهما بالنسبة لمشروعها المتعلق بطريق طهران بيروت الذي تسعى إلى إنجازه على مديات سواء كانت متوسطة أو بعيدة. وحتى يتحقق ذلك تسعى إيران وميليشياتها إلى تجديد قبضتها على نوعين من المناطق في العراق. النوع الأول هي المناطق المختلطة أو المناطق التي تسكنها بين قوسين أقليات دينية أو عرقية. بغض النظر عن موقفنا من هذه التعابير التي نضطر أحيانا إلى استخدامها تماشيا مع الحالة السائدة بهدف إيصال الفكرة لا أكثر، هذه المناطق تبدو سهلة التناول كمرحلة أولى لزيادة قوة ونفوذ الميليشيات. فما يجري في سهل نينوى وشبيهاتها من المناطق الأخرى هو أشبه بحراك أميبي إذا صح التشبيه، تتحرك فيه الميليشيات ومن خلفها أحزاب السلطة التي جندت نفسها لتنفذ مشاريع ديمغرافية بمد طائفي، تتحرك ثوب بقعة معينة تحيط بها ثم تستحوذ عليها حتى تستولي عليها بالكلية، ثم تمهد للانتقال نحو مرحلة أخرى، وهكذا في باقي المراحل. ما يجري في سهل نينوى هذا هو بالضبط، وميليشيا بابليون هذه سوى معول يستخدمه الحشد ومن ورائه إيران في هذا السبيل. طيب تفضل. النوع الآخر من المناطق التي ذكرناها التي تقع في مرمى استهداف إيران في هذه المرحلة هي المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل أحزمة العاصمة بغداد التي فاقت الانتهاكات فيها كل التصورات والتوصيفات، والهدف هو محاصرة العاصمة وإضعافها تمهيدا لسلب هويتها وفرض حالة طائفية في تكوين مجتمعها. طبعا هذا الملف بالحقيقة جدير بالكثير من العناية والاهتمام، وليس هذا موضوعه في هذه المداخلة، ولكن المقام يطول به لعل فرصة أخرى نتحدث فيه بتفصيل. الله المستعان. نعم، السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ألا يتحمل المسؤولية برأيك عن تلك الانتهاكات المتواصلة ضد الأقلية المسيحية وبقية الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات في باقي المحافظات، بما أنها يعني باتت جزءا من القوات التي يقودها السوداني؟ نعم، السوداني وحكومته بلا أدنى شك يتحملان المسؤولية من كافة اتجاهاتها القانونية والأخلاقية والتاريخية، فضلا عن المسؤولية الشرعية. ولكن في الحقيقة القضية أكبر من مجرد حدث في منطقة معينة من العراق، وإن كان هذا الحدث خطيرا وجديرا بالاهتمام والمعالجة، لكن المسؤولية التي تقع على عاتق حكومات الاحتلال لا تقتصر على الأحداث الآنية أو المشكلات الطارئة. السوداني في حقيقته هو أداة مرحلية من أدوات نظام العملية السياسية. هذا النظام كما هو معلوم للجميع يقتات على الفوضى والاضطراب، وبدون الفوضى والاضطراب لا يحقق هذا النظام شيئا من أهدافه. لذلك سلكت جميع الحكومات التي تعاقبت في بغداد منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا سلكت المسار نفسه في صناعة الفوضى وتأزيم الأوضاع الأمنية والبحث الجاد عن مسببات الفتنة ووقودها. منطقة على غرار سهل نينوى وما يرتبط بها من أقضية وقرى ونواح، هذه تتميز بتنوع تركيبتها السكانية وتعدد المكونات المجتمعية فيها. لذلك تجد الميليشيات ومن خلفها أجهزة الحكومة تجد فيها بيئة خصبة
تحاول أن تقدح فيها شرارة الفتنة وتسعى إلى توليد مسببات الخلاف. إذا نظرنا إلى هذا بالتوازي مع المنهجية التي تتخذها أجهزة الأمن والميليشيات على حد سواء في التعامل مع الناس بسطوة العسكر أو بالحديد والنار، وأضف إليها حملات الاعتقال والابتزاز فضلا عن الانعدام شبه التام للخدمات بكافة أنواعها، كل هذه الأمور مجتمعة تراهن عليها الحكومة لتبقي المنطقة في حالة اضطراب وفي حالة فوضى. نعم. أيضا كيف تصف اعتداء الميليشيات على بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس رافائيل ساكو، وما هي الرسالة التي أريدت من هذا الاعتداء برأيك؟ هذا الاعتداء له دلالته على أن الميليشيات تستهدف العراق بمكوناته كلها. طبعا سبق لهذه الميليشيات أن تورطت في تهجير المسيحيين في بغداد ونينوى والاستيلاء على منازلهم، مثلما تماما هجرت المسلمين في محافظات العراق الأخرى في صلاح الدين، في ديالة، في أحزمة بغداد. الطريقة واحدة والمستهدفون هم العراقيون. رسالة الميليشيات أظنها والله أعلم تحمل وجهين. الوجه الأول وجه كاشف لحقيقة أعداء العراق على حقيقتهم، وهو مبين لاعوجاج منظومة الحكم التي تستهدف الجميع. والوجه الآخر هو الذي يظهر للرأي العام أن العراقيين هم يعني هم على قلب رجل واحد، بغض النظر عن انتماءاتهم، بغض النظر عن تنوع مكوناتهم. مشكلة في العراقيين واحدة تظهرها هذه العمليات الإجرامية وهذه الانتهاكات، ومفادها أن النظام السياسي القائم في العراق الذي يعتمد على الميليشيات هو مشكلة العراق الأزلية. نعم. في المقابل يعني أستاذ معاذ، كيف ترى المواقف الجادة لأهالي قضاء الحمدانية وسهل نينوى في التصدي لمحاولات الميليشيات السيطرة على القضاء ومكاتبه الإدارية ومنها الشرطة في القضاء؟ نعم، يعني ابتداء مما انتهيت به قبل قليل، الميليشيات في الوقت الذي يعني صادقت على نفسها بأنها عدو للعراقيين كلهم، هي تعكس في تصرفاتها هذه عمق إيمان العراقيين بقضيتهم، وبأن العراقيين جميعا متحدون في الرؤية والهدف، بأن البلاد لا ينقذها من أزمتها إلا الوقوف صفا واحدا في وجه مشاريع الاحتلال المزدوج. ما يجري للمسيحيين في شمال العراق شبه بما يجري للمسلمين في مناطق العراق الأخرى، يتعاون فيها الولايات المتحدة وإيران اللذين يتخادمان على تنفيذ مشاريعهما وتحقيق مصالحهما من العراق، يتعاونان في جل وجميع هذه الانتهاكات التي يشهدها العراق. بطبيعة الحال العراقيون حاشاهم ليسوا بأغبياء، هم يعرفون عدوهم، يعرفون ما الواجب عليهم، لذلك حينما توجه انتهاكات وحينما يستهدف عراقي في أي منطقة من مناطق العراق بصرف النظر عن أي انتماء ينتمي، فإن الموقف هو موقف واحد، موقف يتجلى بالتصدي لكل محاولة تريد أن تنال من وحدة العراقيين ومن تماسكهم. نعم، إذن كنت ضيفنا من عمان عبر الهاتف مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.